مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معانا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ جمال منورني. شكرا يا فندم، وأهلا بحضرتك وأهلا بكل سادة مشاهدي. أهلا بك. خلينا نبتدي جولتنا الإخبارية بمنشات جريدة أخبار اليوم عن مشاركة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في كوب 28 بدبي في الإمارات. ونقرأ في التفاصيل: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإفطارية لتغير المناخ في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية. وجدد الرئيس السيسي تأكيد التزام مصر بمواجهة تحديات تغير المناخ، موجها نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض، موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل. وقال الرئيس السيسي: إن مسؤوليتنا كقادة مجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في إجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية. لذا من المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشاركة متباينة الأعداء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف. أستاذ جمال، يعني خليني أقول كوب 28 لسه كنا حتى قبل ما نطلع الهواء على طول جاء في وقت صعب، ويعني السيد الرئيس عمال يقول انه يعني التقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الامارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية، لانه مؤتمر دبي حظه او كوب 28 حظه سيء انه جاي في ظل صراع غير طبيعي في العالم. فشايف ايه الدعم، يعني ماذا كان يقصد الرئيس بدعم المخلص؟ ده كلمة دي وقفت على ده. أكيد دي يمكن كلمة معنى عميق للغاية، لأن حتى الرئيس في كلمته أيضا أشار لنقطة بالغة الأهمية في صدارة الكلمة. تحدث السيد الرئيس أن هذا المؤتمر في ظل هذا الزخم من أحداث العالمية والظروف السياسية والمتغيرات الدولية لا يمكن أن يعني يلفت الانتباه بمعناه، يعني لا يمكن أن يلفت أو تلفت هذه الصراعات النظر عن قضايا التغيرات المناخية. الفكرة كلها ان تبعات التغيرات المناخية في الحقيقة في بعض الاوقات بتكون اكثر كارثية من الحروب ومن الصراعات. بنشوف ازاي بعض الكوارث الطبيعية بتتسبب في يعني خسائر مادية وبشرية كبيرة جدا بتتماثل ويعني خسائر الحروب والصراعات، وبالتالي لا يمكن ان ننسى هذه القضية المهمة والجوهرية و المهدد الحقيقي في الحقيقة يعني الذي يواجه البشرية في هذا التوقيت، مقابل ان احنا ننخرط في النظر في مجموعة من الصراعات حول العالم. من هنا مش لا نتحدث فقط عن الأوضاع في الشرق الأوسط، ولكن حتى في شرق أوروبا، في الساحل والصحراء، في بحر الصين الجنوبي، هناك عدد من الصراعات. القوى الكبرى في الحقيقة التي هي من المفترض لديها التزامات تجاه قضايا التغيرات المناخية هي الآن تمول هذه الصراعات وتنسى التزاماتها تجاه قضايا التغيرات المناخية. نتحدث عن أكثر من 300 مليار دولار من المفترض أن يتم ضخهم لدعم مليار دولار بالتأكيد لضخ أو لتمويل الاقتصاديات الخضراء ولمساعدة الدول النامية في تحمل تبعات التغيرات المناخية. ومؤتمر باريس أقر بالفعل 100 مليار حتى الآن. يعني رئيس البنك التنمية الأفريقي الآن بالأمس يتحدث فقط عن 12 مليار دولار أو ما يقرب من هذا الرقم، وبالتالي حجم التمويل ما زال ضعيفا. وبالتالي السيد الرئيس كان لديه حرص في كلماته على التأكيد على بعض النقاط. أولا أن لا يعني تشغلنا هذه الصراعات عن القضية المهمة وهي قضية التغيرات المناخية. الأمر الآخر طبعا مساندة دولة الإمارات، لأن زي ما حضرتك قلتي المؤتمر يأتي في توقيت صعب،
الكثير من المتغيرات، الكثير من الأزمات، القوى الكبرى والدول الصناعية الكبرى التي من المفروض أن تتحمل مسؤوليتها في هذه القضية لديها يعني اهتمامات أخرى في ما يتعلق بالصراعات الدولية، أيضا الظرف الاقتصادي العالمي. يمكن حتى قبل اشتعال وتيرة هذه الصراعات هناك أزمة اقتصادية نتاج جائحة كورونا والتضخم العالمي بتجعل أيضا الدول الكبرى ربما تنظر أنها تحتاج إلى هذه الأموال ولا يمكن أن يعني تدفع بهذه الأموال. وشفنا يعني ترامب حتى قبل أن يغادر البيت الأبيض سحب يعني تعهداته في قضايا المناخ. يمكن بايدن حينما عاد مجددا ذهب إلى هذه التعهدات مجددا، ولكن يعني هناك الكثير من العقبات والعوائق التي تحول ما بين أن تلتزم الدول الكبرى بتعهداتها. عشان كده دايما هناك إصرار مصري على التأكيد على هذه النقطة. طبعا في كوب 27 مصر في الحقيقة أنجزت حاجات مهمة جدا، وعشان كده أيضا السيد الرئيس طرح هذه النقاط في كلمته، سواء فيما يتعلق بصندوق يعني الخاص بالأضرار والكوارث للدول النامية وأهمية تمويل هذا الصندوق، وده أحد أهم منجزات كوب 27 والبناء عليه في كوب 28، أو فيما يتعلق بتأكيد مصر على فكرة التزام الدول بتعهداتها وفكرة العدالة في تحمل تبعات التغيرات المناخية. كلها نقاط أيضا تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته، وبالتالي مساندة دولة الإمارات الشقيقة في إنجاح هذا المؤتمر وفي إعلاء قيمة وأهمية قضية التغيرات المناخية في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة أعتقد أن هي أيضا مهمة كبيرة جدا، ولكن يعني نطمع أن ونأمل أن تستطيع الإمارات أن تنجزها في هذا التوقيت وفي ظل هذه المتغيرات الصعبة إن شاء الله. إن شاء الله، بس هي مهمة صعبة يعني بالتأكيد. طيب خليني أنتقل للخبر الآخر، لأنه دايما المحافل الدولية والمؤتمرات بيبقى فيها شق في غاية الأهمية، وهي اللقاءات الثنائية. بتبقى يعني يمكن احنا بنشوف الكلمات، بس هي اللقاءات الثنائية بيحصل فيها يعني خليني اقول محادثات مهمة، ترتيبات مهمة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي بعدد من القادة والمسؤولين. التقى الرئيس السيسي بكل من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين، ومحمد مويزو رئيس جمهورية المالديف، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ورشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجون كاري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريتشي سوناك، وذلك على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة، وأكد التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعدة. كما التقى الرئيس بدبي مع فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وعقد جلسة مباحثات موسعة أكد خلالها الرئيس ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، ومن ثم حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة. يعني لقاءات مهمة. خليني أقول على حاجة، أغلب اللقاءات اللي أجراها السيد الرئيس يعني هي مصر كانت محط أنظار العديد من الدول. يعني هو لسه مقابل ريتشي سوناك، جالنا مصر يعني بالنسبة للسيد الرئيس هو ما استناش لغاية ما يروح كوب 28 ويلتقي، لا بالعكس الناس دي كانت أغلبها موجودة في مصر، وده غير الاتصالات الهاتفية. لكن عايزة أقف عند اليابان. اليابان دولة عاشقة لمصر، محبة لمصر، وتحترم حضارة مصر. خليني أقول إنها مع اللي بيحصل في العالم هناك من يشكك في الحضارة، لا دي حضارتنا، لا دي حضارة كذا، إلا اليابان عارفة إن دي حضارة مصر، وعارفة قيمة الحضارة المصرية وقيمة الإنسان المصري الحديث والقديم. يعني خليني أقول بدليل انه انا لما رحت اليابان لقيتهم
بيعشقوا وبيبيعوا مسمينا ملوخية مصري، يعني الملوخية مصري، يعني شوف لدرجة إيه. فهذه العلاقة بيننا وبين اليابان ودور اليابان في المتحف المصري الكبير لا أحد يقدر ينساه. بالتأكيد. يمكن بداية طبعا أتفق مع حضرتك فيما يتعلق بالزخم في الحضور المصري، خاصة أن احنا تعودنا دائما في وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي من المحافل الدولية والإقليمية بيكون هناك عدد كبير جدا من اللقاءات على هامش هذه الفعاليات. بالفعل عدد كبير جدا من اللقاءات تناولت ثلاث قضايا مهمة مع كافة القادة في الحقيقة. القضية الأولى أو الملف الأول دائما بيكون طبعا تطوير العلاقات الثنائية ما بين مصر وهذه الدول، الملف الآخر طبعا القضايا التغيرات المناخية، بما أننا نتحدث عن طبعا هامش كوب أو لقاءات على هامش كوب 28، أيضا الملف الآخر الذي يفرض نفسه على الساحة السياسية الآن وهو طبعا التصعيد الأخير أو الحرب الآن على قطاع غزة. وبالتالي هذه ثلاث ملفات كانت حاضرة في حديث السيد الرئيس أو في مشاورات السيد الرئيس على هامش كوب 28. هذه نقطة. النقطة الأخرى طبعا لقاءات متوازنة ومتنوعة وبتدل على توازن السياسة الخارجية المصرية. الأمر الآخر فيما يخص باليابان في الحقيقة هي علاقات زي ما حضرتك ذكرتي، هي علاقات متينة وأيضا لها أبعاد كثيرة، مش بعد بس سياسي واقتصادي، وهذا ما يميز العلاقات المصرية اليابانية. زي ما حضرتك قلتي البعد الثقافي والحضاري فيها له شأن كبير جدا، وله أيضا يعني شواهد على الأرض، سواء دار الأوبرا، سواء المتحف المصري، سواء غيرها من المتحف المصري الكبير طبعا، أو غيرها من المشروعات الثقافية والمشروعات الخاصة بالتبادل الثقافي ما بين الدولتين، بتؤكد أن الدول دائما صاحبة أو أصحاب الحضارات القديمة بيكون بينهم هذا التواصل الحضاري. نعم. وده بيخدم بشكل حقيقي على التعاون الاقتصادي والسياسي. حينما دائما نرجع إلى الجذور ونحيي الجذور ونحيي هذه الحضارات بيكون هناك قاعدة مشتركة للانطلاق إلى المستقبل، وده اللي مصر واليابان استطاعوا أنهم يحققوه، أن هم يحيوا هذه الحضارات وينطلقوا من هذا البعد الحضاري والثقافي إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية وتنموية مشتركة. وبنشوف ده منعكس بقى على الكثير من المشروعات سواء الثقافية والحضارية أو حتى المشروعات الاقتصادية والتنموية الكبيرة جدا. العلاقات في الحقيقة بتشهد تنامي ملحوظ. رئيس الوزراء السابق تشينزو آبي في الحقيقة كان له دور أكثر من رائع في تطوير العلاقات المصرية اليابانية، عشان كده مصر ردت الجميل لرئيس الوزراء السابق، وبنرى الآن أحد المحاور المصرية مسمى باسم هذا الرئيس أو باسم رئيس الوزراء السابق تشينزو آبي. وبالتالي العلاقات المصرية في الحقيقة علاقات مهمة، علاقات أيضا بترتكز كما قلنا على الشق الحضاري والثقافي والتاريخي ما بين البلدين، وبتنطلق بهذا الرافد إلى أيضا تعزيز وتعميق هذه العلاقات. وتشينزو أبي يعني خليني أقول أنه كان محب لمصر بشكل كبير، يعني كان الله يرحمه. الله يرحمه. وعشان كده السيد الرئيس نعى تشينزو أبي حينما رحل، وهناك تقدير مصري كبير جدا لرئيس الوزراء الراحل. صحيح. طيب خلينا نتابع الأوضاع في قطاع غزة، لأن الأوضاع في قطاع غزة منذ الأمس يعني فيش هدنة، انتهت الهدنة، ويعني الضحايا بالأعداد الكبيرة اللي احنا شايفينها. مصر أعربت عن أسفها لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة وتتطلع لتمديدها لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع. تتواصل مصر مع كافة الشركاء للعودة إلى الهدنة الإنسانية في أسرع وقت، وتواصل كذلك مساعيها بالتنسيق مع الشركاء من أجل تثبيت الهدنة الإنسانية في القطاع. تكثف مصر جهودها لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. خلينا أقف عند الحتة دي. يعني عايز أقول لك أستاذ جمال أنه إسرائيل من الواضح أنها مش عايزة هدنة خلاص، يعني من كل التصريحات اللي بتحصل ما خلاص هي، لأنه الكلام اللي أنا متابعاه وشايفاه بيقول لك لا، مش هم دول المحتجزين اللي احنا عايزينهم، مش هم دول اللي بنتكلم عليهم. وبعدين رجع للجزء الأولاني كل الأسرى. نفس الوقت الجانب الفلسطيني بيقول لك لا، احنا ما انت ما مش هتملي علينا. فالضرب اشتغل في المدنيين. امبارح اعداد الشهداء وصل تقريبا ل 180، يعني ده في يوم. يمكن الجانب الاسرائيلي هو المسؤول عن انهيار الهدنه، وفي الحقيقة أيضا هو يحبط كافة مسارات التسوية السياسية مش بس لهذه الحرب،
ولكن للأزمة الفلسطينية بشكل عام أو للقضية الفلسطينية بشكل عام. وهذا أصبح واضح لحتى المجتمع الدولي. بالتأكيد نحن نتحدث عن حكومة يمينية متطرفة، يعني حينما نتحدث عن نتنياهو، عن جالنت، عن سموتريتش، أسماء بن غفير، يعني أسماء تقود حرب صعبة للغاية وحرب متطرفة للغاية تجاه أبرياء ومدنيين وأطفال وشيوخ ونساء، أمر مأساوي للغاية. وفي الحقيقة إن ما حدث خلال الأيام الماضية ربما حاول نتنياهو أن يهدئ من الضغط الشعبي عليه في الداخل الإسرائيلي من خلال إحداث التبادل للمحتجزين، ولكن نتنياهو أحس إن حتى الزخم الدولي بدأ يتراجع في دعمه، يعني خاصة الجانب الغربي. فده أخاف نتنياهو لأن الجانب الغربي ابتدى ينصت لأمرين. الأمر الأول أصوات الشوارع لديه، يعني شفنا إزاي في إنجلترا حدث نوع من أنواع التغيير الوزاري نتاج طبعا ضغط الشعبي في لندن. شفنا بدأ الصوت الغربي يعني نوعا ما يتراجع عن الانحياز المطلق. نعم هيبقى فيه انحياز، يعني ما نقدرش نقول مش هيبقى فيه انحياز غربي، ولكن يعني إعلاء لصوت العقل نوعا ما في الجانب الغربي. وأيضا هناك ضغط داخلي في الداخل الإسرائيلي، وهناك انقسام لأن هناك هشاشة سياسية في الداخل الإسرائيلي، خاصة المشاهد أستاذ جمال اللي هي تسليم المحتجزين الإسرائيليين وحالة الارتياحية، مش عايز أقول ود علشان ما تتفهمش بشكل غلط، حالة الارتياحية بينهم وبين مجموعة القسام اللي كانت بتسلمهم. يعني دي خليني أقول أغاظت نتنياهو وحكومته. بالتأكيد أحرجت نتنياهو وأحدثت يعني نوع من أنواع طبعا استغراب لدى الداخل الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث عن في الحقيقة حكومة يمينية ترى أن بقائها وبقاء نتنياهو بالتحديد في الحكم مرهون ببقاء هذه الحرب. وهذه الأزمة الحقيقية، لأن إسرائيل قبل هذه الحرب وحتى إذا رجعنا بالزمن سنتين لديها أزمة سياسية حقيقية وعدد كبير جدا من الانتخابات وتعيد هذه الانتخابات وأزمات في تشكيل الحكومة. وبالتالي نتنياهو يرى أن بقاؤه مرهون ببقاء هذه الحرب. طب أطمع نتنياهو ورغباته الشخصية ويعني طموحاته السياسية هل من المسموح لها أن تبيد شعب بالكامل، أن تقصف كل يوم أطنان من القذائف على أطفال وعلى نساء وعلى أبرياء مقابل أن يبقى هو في الحكم؟ أمر غريب للغاية وأمر يجب على المجتمع الدولي أن ينظر له بعين الاعتبار. وأعتقد أن المجتمع الدولي بالفعل ابتدى يغير من رؤيته للأوضاع في قطاع غزة بالتحديد، خصوصا مع ثبات الموقف المصري، مع ثبات الموقف الأردني، لأن أعتقد أن مصر والأردن في الحقيقة موقفهم الثابت والرصين والمتزن والعمل المشترك والتنسيق ما بين القاهرة والعمان منذ اللحظات الأولى في هذه الأزمة بالتحديد يعني غير الكثير من مجريات الأحداث. طب أستاذ جمال قبل ما أسيب النقطة دي، يعني هم لسه بيبعتوا بخرائط لأهالي قطاع غزة وبيحاولوا ان هم نتيجه للقصف ان هم يحركوهم من اماكن لاماكن. في نفس الوقت بنلاقي تصريح البيت الابيض انه قطاع غزه لن يتم الاقتطاع منه وان ارض فلسطين للفلسطين. في ازدواجيه في التصريحات وما يحدث على ارض الواقع، خليني اقول يعني، وما زال الجانب الاسرائيلي خليني اقولها بالدارج بيزق ان ده يحصل. بالتأكيد يمكن التصريحات شيء والواقع على الأرض خالص شيء تماما آخر. وده اللي بيخلي الدولة المصرية طوال الوقت تتحدث عن الرفض الكامل لفكرة التهجير القسري، وأيضا الأردن شقيق أيضا تتحدث عن نفس النقطة، لأن التهجير القسري في الحقيقة يعني مش مستهدف بس في قطاع غزة ولكن أيضا في الضفة. ما يحدث في قطاع غزة هو الذي يحدث في الضفة ولكن بأدوات مختلفة. يعني فكرة ترحيل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها ده هدف بدأ منذ 48 ومستمر حتى الآن، وبالتالي لا يخفى على أحد. في الحقيقة أن الموقف الأمريكي جيد على الورق، ويمكن مقال واشنطن بوست الخاص ببايدن تحدث صراحة في عن هذا الامر وعن رفض الولايات المتحده الامريكيه لفكره التهجير القسري، وخرجت تصريحات اخرى. وفي حديثه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا اكد على هذه النقطه، كافه القاده الغربيين ايضا يؤكدون على هذه النقطه. ولكن ايضا التعنت الاسرائيلي والمضي نحو يعني ازاحه المواطنين الفلسطينيين من الشمال الى الجنوب ويعني تحرك بشكل غير مقبول نحو تحقيق هذا الهدف، انا اعتقد انه هو امر يستوجب وقفه. الجنوب ليس بامن،
بالتأكيد حتى الجنوب ليس بآمن. الأمين العام للأمم المتحدة تحدث أن لا يوجد نقطة في قطاع غزة آمنة، وبالتالي صحيح. الجنوب مثل الشمال، وأيضا الموقف حتى الفلسطيني سواء من أهالي قطاع غزة أو من أهالي الضفة أو من خلال الموقف الرسمي، الجميع يرفض فكرة التهجير القسري وترك صحيح. الأراضي الفلسطينية. إذن الجميع يرفض، ويبقى أن يصمد الفلسطينيين على أراضيهم، ويبقى الفلسطينيين على أراضيهم. مصر داعم للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة أو في الضفة أن يبقوا على أراضيهم. مصر تدخل المساعدات حتى يصمد الشعب الفلسطيني ويبقى على أرضه، وتبقى القضية الفلسطينية، لأن تصفية القضية الفلسطينية مرهونة أيضا بفكرة أن تفرغ الأرض من سكانها، ولن يحدث هذا الأمر طالما بقيت المواقف ثابتة. وأيضا بقيت مصر الحمد لله قوية، وهي الركيزة الحقيقية في الحقيقة لثبات هذه القضية وبقاء. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا يا فندم. لحضرتك يا فندم. مشاهدي الكرام، بكده انتهت جولتنا في صحافة النهاردة. دلوقتي هسيب حضراتكم مع تقرير عن الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق تحت شعار مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة من الإصلاح إلى التميز، واللي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ودكتورة نعيمة القصير مسؤولة منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية. على هامش المؤتمر وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون من أجل تقديم الدعم والتدريب لأخصائي الرعاية الصحية والعاملين بالهيئة. نتابع التفاصيل. الحقيقه احنا في مثل هذا اليوم من كل سنه يوم 26 نوفمبر بنحتفل بالعيد القومي للتغطيه الصحيه الشامله، بنخلد ذكرى اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومه التامين الصحي الشامل من محافظه بورسعيد سنه 2019. ايضا بنستعرض انجازات الدوله المصريه في الجزء المتعلق بالتامين الصحي الشامل والتغطيه الصحيه الشامله. النهارده ايضا بنحتفل بمرور 4 سنوات على اطلاق هذه المنظومه وامتدادها لست محافظات من 27 محافظة، وإعلان خطة الدولة المصرية للتحرك في ملف التغطية الصحية الشاملة، اللي إن شاء الله بإذن الله طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس هذه المنظومة وهذه المظلة سوف تغطي كل المصريين بحلول عام 2030. Today is a great day. أنا سعيد جدا النهاردة بوجودي في التوقيع الاتفاقية بين شركة جانسن مصر والهيئة العامة للرعاية الصحية، وأنا حابب أشكر دكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية في مصر على الأنشطة اللي بيعملها في القطاع الطبي المصري أو القطاع الصحي المصري. والنهاردة يوم مهم جدا في حياة المرضى، لأنه الاتفاقية هتساعد بدورها في الارتقاء بالمستوى القطاع الصحي المصري بشكل عام. وإحنا بعد فترة من دلوقتي هنرجع نبص لليوم ده لأنه يوم هام جدا، وأنا بدوري ببارك لكل المستفيدين من بروتوكول التعاون اللي تم إمضاءه النهاردة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبشكر دكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والقائمين على إنجاح هذا النوع من البروتوكولات في للارتقاء بالقطاع الصحي المصري. أدوية نوفارتس بتوصل لأكثر من 18 مليون مصري، لكن الدور بتاعنا هو أبعد من كده، والهيئة بروتوكول التعاون اللي ما بيننا وما بين الهيئة النهاردة هو مركز على أمراض القلب والأوعية. أمراض القلب في مصر بتحدث 1 من كل 2 وفاة في مصر، وبالتالي احنا قدامنا تحدي كبير، احنا شايفين ان احنا مهم جدا نشتغل عليه مع هيئة الرعاية. وبروتوكول التعاون اللي ما بيننا بيهدف ان احنا نتحرك في 3 اتجاهات. اتجاه هو التوعية بشكل عام في مصر، واتجاه التاني هو الشغل على الكوادر الطبية والتعليم الطبي المستمر، والجزء التالت هو توعية مرضى القلب، لان احنا شايفين ان زي ما قدامنا تحدي كبير كمان احنا قدامنا فرصة جيدة. مصر قررت ان هي تاخد اجراء جريء تجاه التأمين الصحي الشامل في مصر، والحقيقة هذا هذه الرؤية بتحمل الكثير والكثير من التحديات التي ممكن ان هي تواجه اي نظام صحي. وعلشان نقدر الدولة تتخطى هذه التحديات
بناء عليه احنا الشراكه مع القطاع الخاص اصبحت مهمه جدا، وبما ان نوفارتس هي واحده من اكبر الشركات ان لم تكن اكبرها موجوده في مصر، فاصبح من دورنا المجتمعي ان احنا ندعم جهود الحكومه في الوصول الى هذه الرؤيه النبيله تجاه تحسين حياه المرضى في مصر.